من تحت شعار الوقاية خير من قنطار علاج. أكيد راح نروح حق موضوع آخر بسام، وعن كيفية قضاء عطلة نهاية الأسبوع. هذا شيء مهم. نطمن لازم مع المرجع مالنا الأستاذ عيسى رمضان، يعني لاحظنا تحسن في الجو في الفترة الأخيرة. الرطوبة. أكيد، وانخفضت يعني درجات الحرارة صباحا بس شعرت فيها يعني، وانا طالع اليوم عند الباب الجو تقريبا، لان في درجه حراره كانت بالثلاثينات، بس بعد شوي يمكن راح ترتفع تدخل في حاجز ال 40 اتصور. ممكن راح نتاكد يعني عن نسبه الرطوبه، درجات الحراره اذا كانت موجوده بنسب مختلفه، ولكن راح نحدد ايضا الوجهات للناس اللي راح حابه انها تسوي نشاطات في عطله نهايه الاسبوع من خلال توقعات الارصاد الجويه وتوقعات درجات الحراره خلال عطله نهايه الاسبوع مع الاستاذ عيسى رمضان خبير الارصاد الجويه. وصباح الخير استاذ عيسى. صباح الخير يا ابو احمد. يا هلا بنايم، صباح الخير، يا هلا عليكم، شلونكم؟ الحمد لله استاذ عيسى. احنا شفتكم حلوه. الله يسلمك. احنا نبي نعرف استاذ عيسى اول سؤال، اسباب ارتفاع درجات الحراره ممكن خلال هذين اليومين في يعني بعد الفتره الصباحيه، الصباح الصبح لاحظنا انه براد، ولكن فجاه يقلب الحر يعني وايد. منال حلو كلامك، لما تقولين الصبح يعني شوي براد يعني كنا يعني تحسنين الطقس ان شاء الله مثل ما قلنا، ولكن فعلا احنا قاعد نمر في فترات في السنوات الاخيره مقارنه بالسنوات الماضيه الى ما سميته انا بزحف الفصول، اشوف ان الفصول قاعد تزحف، يعني حتى فترات الصيف مثلا شهر 9 عاده ما كانت الحراره في مثل هذا الوقت كانت تنخفض، ولكن التغيرات المناخيه الاخيره في العالم بشكل عام جعلت في موجات حر تأتينا من غير وقتها، وتمتد أحيانا ما بين أسبوعين، يعني الفصل يمتد إلى ما بين أسبوعين إلى 3 أسابيع أحيانا شهر عما هو معتاد عليه، أن في مثلا انخفاض الحرارة إذا دخلنا في من فصل الصيف إلى فصل الخريف أو بداية مثلا السحب وغيرها. فالسنة هذه يعني في موجات جتنا من المناطق الجنوبية في العراق، وكذلك وجود الرياح الجافة الشمالية الغربية بعد ما خفت الرطوبة، دائما مع انخفاض الرطوبة نسبية هنا رياح حارة مثل ما حصل خلال اليومين الماضيين، يعني ارتفعت شوية الحرارة، لكن احنا نتوقع ان شاء الله انخفاض، الا ان شهر 9 يعني بعد ما طلعت عن الخراب الى نهاية الشهر لاحظت ان في موجات حارة شوية مستمرة، وكأن مثل ما تكلمت هذا الزحف واضح هذه السنة كذلك، نسبة درجات الارتفاع درجات الحرارة اللي فاقت 47 إلى 48 اليوم اللي طافوا، اليوم شوية أخف قد تصل إلى 46 درجة مئوية، ولكن الجو حار إلى الآن، نلاحظ أجواءنا حارة وغير المعتاد عليها في شهر إحنا دخلنا في فصل الخريف يعني تقريبا، فنشوف ان الحراره الى الان مستمره بارتفاعها، وهذا كما قلت بسبب التغيرات المناخيه اللي قاعده تاثر علينا. الكل نرجو ان شاء الله يعني خاصه في الايام القادمه ان نستمتع بالمشي في الفتره المسائيه، يمكن كنت وياك على اتصال ابو احمد قبل يومين وحبيت ان اخذ الاسره معاي ونروح الى حديقه الشهيد او ما احنا نسميها الحزام الاخضر على ايامي وايامك، زين يمكن نجي لحالي بالتليفون شنو كلمه الحزام الاخضر، او نسوا موضوع المشروعات السياحيه وذيك الايام. تمشينا امانه بالحديقه، مو مقصرين امانه القائمين على حديقه الشهيد بمرشح شات الماي، الناس قاعده تركض في التراك والاجواء جدا جميله، ولكن كان الجو لا يزال حار، عشان شي اتصلت عليه قاعد اقول لك ابو احمد يقولون اللي يدلق سهيل الاجواء بالليل تنخفض درجه الحراره، فكان هذا هو سؤالنا، شنو الاسباب اللي دعت الى ان على الرغم من دلق نجم سهيل الا ان الحراره لا زالت مرتفعه، فنتمنى ان شاء الله في القادم من ايام انها بالليل تكون يعني الاجواء جميله للتنزه والتسلي مع الاصدقاء. اكيد احنا مثل ما تكلمنا يعني تاثرنا في هذه الموجات الحاره جعلت حتى خلال الليل ما تفقد الحراره اليابسه بشكل سريع جدا مثل ما لاحظت، انت قلت طلعت الليل والى الان اجواءنا حاره، يمكن كانت حتى قريب خلينا نقول 38 الى 40 درجه مئويه ليلا، وتنخفض يعني الى في مدينه الكويت بظاهره الجزيره الحراريه اكتساب وجود هذه المباني الكونكريتيه، كذلك الشوارع الاسفلتيه، وجود يعني الزحام اللي هو الزايد في ارتفاع درجات الحراره، التكييف كذلك، هذه كلها تخلي المدينه ما تفقد الحراره.
الحزام الأخضر مثل ما تكلمت هذا المسمى الجميل، نتمنى أن تزيد فيها حدائق الشهيد في مناطق أخرى أساس تجعل متنفس وانخفاض حرارة، مثل ما نشوفها في بعض الدول الأخرى في نيويورك مثلا في أوروبا، تشوف أن الحدائق هذه هي المتنفس لانخفاض للناس وكذلك لانخفاض درجات الحرارة. أنت يوم قلت لي رحت بالليل، أنا ذهبت أمس الصبح يعني بعد الساعة 5 بعد الصلاة شوية طلعنا، فرحت أنا لحديقة الشهيد تمشيت، الجو كان حلو وجميل والناس طالعة بشكل كبير، أنا ما تصورت أن هالكثر في ناس يطلع لنا يعني يبون هذه الفترة الصباحية، وأنا أفضل في هالأيام هذه الفترة الصباحية هي تكون الأفضل، يعني شهر 9 بعدين شهر 10 لا تكون هي الفترة حتى المسائية تكون أفضل بالفعل بالنسبة لانخفاض درجات الحرارة. فهذا اللي أتمنى نتذكر أنت تجرب الصبح كذلك. نتذكر يعني أبو أحمد لما كنا صغار يعني ترى كان متنفسنا الوحيد الحدائق أو نفرش بساط ونقعد على البحر، ويمكن أتذكر حديقة جمال عبد الناصر اللي هي لا زالت موجودة في منطقة الروضة صحيح، وفي حديقة صغيرة موجودة في الشعب وحديقة ثانية مثلا موجودة يعني بالشويخ كذلك بشويخ يعني فعلا الشويخ السكنية كان في حديقة إلى الآن موجودة، أنا مريت ذاك اليوم أشوفها موجودة قلت يا سلام كنا نروح يعني ندرس فيها كذلك، نروح نتنقل في هذه المناطق. احنا اللي نتمنى أمانة أبو أحمد في القادم من أيام أن تكون كل منطقة داخلها حديقتها الخاصة فيها ولأهلها، بحيث أنها ما يضطرون أنهم يطلعون برا ويروحون لأماكن أخرى، سهلة موضوع الزراعة وإن شاء الله مع الإخوان المختصين في هذا المجال. ان شاء الله راح تزيد، والحزام الاخضر ما تتمناه كذلك انها تكون فيه، لان الخضع اساس تخفف الحراره وتغير سليم لنا المناخ وتخفف لنا نسبه الملوثات كذلك. لا تنسوا نحن في فتره الاصفري، فتره هذه كثير كذلك يعني تؤثر بتغير الاجواء وانخفاض الحراره ليلا وارتفاعها نهارا، فهذه كلها متغيرات يجب ان نعي ان يعني وجود مثل هذه الحدائق وقله التلوث هذه تزيد من مناعه الانسان ومن صحه الانسان. هذه ضرورية جدا في الفترة إن شاء الله المقبلة، هذه السنوات المقبلة نزيد من القطاع اللي هو الأخضر والنباتي في مناطقنا السكنية وحتى الصحراوية أساس نتكيف مع متغيرات المناخ القادمة. يعني المتغيرات كثيرة أستاذ عيسى، يعني خاصة ذكرت جملة أو كلمة مهمة لصفري، يعني والحين إحنا متعودين الجو هذا فترة حساسية، فترة الناس اللي يعانون الجيوب وما يعني الأمراض اللي تسحب مع الحساسية وهذا، فكلمة صفري شنو تعني أستاذ عيسى وشنو مدلولها؟ حلو، الصفري لها عدة معاني بالنسبة لي في المعجم، معجم العرب مثلا عن الكلمة القديمة هذه كانوا يذكرون كذلك أن هي المطر المبكر، يعني شوف تخيلوا شهر يعني فترة الصفري كانت تنزل أمطار في السنوات الماضية، خلينا نقول قبل 1000 سنة 1500 سنة، لأن ذاكرينها أن الصفري هي الأمطار الخريفية المبكرة، زي مثل الوسم احنا عندنا نسميها على الوصف استاذ عيسى النصفري، يعني انه مثلا اصفر لون، انه ممكن الجو يكون كئيب غبار كذي، اهلي تعودنا يا لك انا على هذا. نعم انا يا لك على هذا الشيء، لان فعلا صحيح الصفري هي صفرة السماء، زين ان السماء تصير صفراء، انا فشت ان شنو كان يقولون ان يكون فيها الغبار لذلك تعطي لون الصفرة فسموها صفري كذلك، هذه هم جزء من مسمى الصفري، فعدة مسميات منها كذلك أن الصفرة هذه. أنا تلاحظ علميا لما نتكلم عنها بالمعنى العلمي أن الصفري صفرة السماء تصير لأن في درجات الحرارة تبدأ تنخفض في طبقات الجو العليا وتكون مرتفعة في السطح، هذه تخلي نوع من اللي احنا نسميه الانقلاب الحراري أو الانفيرجن، الانقلاب الحراري في هالفترة هذه تخلي كثير من الملوثات تكون قريبة عن سطح الأرض، زين، فهذا اللي هو الانكسار الحراري او الانقلاب الحراري يجعل هذه الملوثات، وهذا سبب كذلك ان تزيد الامراض في فتره الصفري، ان الملوثات تنزل تزيد الفيروسات تزيد البكتيريا مع انتشارها، مثلا مثل ما يحصل الحين مع كوفيد اللي هو 19، ان شنو انتقاله بسبب الانسان وبسبب مثل ما نقول نوع كان هذا هو فيروس، ولكن في فتره الحساسيه انتشار حبيبات اللقاح الغبار تعطي الصفرة هذه ما تسمى، وهذه نفس الشيء قلنا مسمى لدليل على أن الصقري
جاي من كذلك صفرة السماء اللي موجودة بسبب الانقلاب أو الانعكاس الحراري اللي سبب هذا المسمى اللي موجود. وهذا علميا الآن أثبت فعلا. شوف شلون الأسماء كانت تأتي على حسب هذه الظروف الجوية المناخية أو البيئية اللي كانت تصير. أحمد، هذه الكلمة يعني محصورة بس عندنا الكويتيين إحنا؟ هذه كلمتنا خاصة فينا في مجتمعنا، ولا في الخليج أيضا يعرفون جو صفري؟ لا، كل الجزيرة العربية يذكرونها. في إخوان عندنا المملكة العربية السعودية، وهم بالنسبة لهم عندهم 26 يوم مدة الصفري تبدأ في تقريبا منتصف شهر سبتمبر. احنا بالنسبه حتى احنا سهيل مثلا يختلف فتراته، تختلف عن اهل الصحراء من اهل البحر. زين، هذه المسميات تختلف عند هالطرفين. يعني حتى انا لاحظت ان في كتاب عرب الصحراء قديما يذكرون هذا المسمى، ان احنا كان يبدي مثل هالفتره بعد، يعني خلينا نقول بعد ما يظهر السهيل عندنا 15 من الشهر، هاي فتره الصفري. زين، بالنسبه لهم هم لا، 16 من الشهر بدايه الصفري، والجزيره العربيه كلها يعرفونها والمنطقه يعرفونها في هذه الفترات اللي تزيد فيها الحساسيه وامراض الربو وغيرها من الامراض، الرمد الحبيبي، العيون. فخلوا بالكم في هالفتره، قووا مناعتكم، ودام من الناس قاعد تاخذ فيتامين سي وتقوي مناعتها والزنك وغيره من الخضروات، وهذه مهمه لسبب انقلاب واختلاف درجات الحراره احنا نسميها الصفري، والاختلاف الكبير بين الصباح واللي هو النهار فيها درجات حرارة وفي تيارات الهواء هذه اللي تصيب الإنسان. هذه الأسباب الأمراض اللي تزيد في هذه الفترة. ولكن نتمنى أن احنا مثل ما قلنا إلى الآن أجواءنا حارة في عطلة نهاية الأسبوع. إذا هذا سؤالكم الجاي أساس أن أنا أعطي الإخوان والأخوات بشكل سريع أستاذ عيسى، نبي نطمن المشاهدين شنو هي أجواء عطلة نهاية الأسبوع علشان يحددون من الآن وجهاتهم ونشاطاتهم في الويكند. إن شاء الله، ما دام أن احنا الجو جاف وزين والهواء الشمال الغربي فإحنا بخير. أنا بالنسبة لي أنا محب للأجواء الجافة، فراح تكون أجواءنا اليوم وباكر جافة، ما في أي شيء، الهواء شمالي غربي، البحر هم زين بالنسبة حق إخواننا الحداقة اللي بيطلعون يستمتعون البحر، أو الإخوان سبعون. لا تنسون كذلك أن حطوا بالكم كونوا مع عيالكم، دائما إحنا ننصحهم كذلك لا تخلون عيالكم تسبحون بدون سباحة، بدون ما أنتم تكونوا متواجدين معهم، فأجواءنا تكون ممتازة. الحرارة اليوم وجزء من نهار الغد شوية مرتفعة، ليس 46 درجة، ولكن تبدأ من يوم السبت مع عودة الرطوبة النسبية الساحلية. يوم السبت تزيد الرطوبة، والأسبوع القادم موجة أخرى من الرطوبة اللي احنا متوقعينها. كذلك اللي عنده ربو يخلي باله في الفترة المقبلة، يعني بداية مثل ما قلت مساء يوم السبت، والأسبوع القادم تزيد يوم الأثنين الرطوبة النسبية، وكذلك تستمر حتى يوم الأربعاء المقبل، بعدها يرد الهواء الشمال الغربي. وإحنا نكون في الفترة في شهر 9 هي الفترات اللي الرياح تكون متقلبة بين نسيم البر ونسيم البحر، الهواء الكوس اللي راح يكون سؤالنا الجاي إن شاء الله الأسبوع الجاي نذكر لكم شنو مسمى هذا. أنا اتفقت مع أخوي بسام أن كذلك نذكر هذه المسميات كل أسبوع ونقول لكم مناير هذه المعلومات اللي تستفيدون منها. جميل جدا. أخوانا المشاهدين إن شاء الله الأسبوع الجاي، إن شاء الله الأسبوع الجاي، وما نستغنى عن المعلومات والمصطلحات اللي تذكرناها فيها الله. أستاذ عيسى خبير الأرصاد الجوية أستاذ الله. عيسى رمضان، شكرا جزيلا لك لمشاركتك معنا في العالم هذا الصباح. ومشاهدينا فاصل قصير ونعود لاستكمال بقية فقرات العالم هذا الصباح.